مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر من الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله يا الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله أكبر. يا الله من حمده. اللهم آتنا من لدنك أجرا عظيما واهدنا صراطا مستقيما واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من النار
ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار تقبل منا رمضان تقبل منا الصيام تقبل منا القيام تقبل منا الطاعات تقبل منا الصدقات تقبل منا وقبلنا وتب علينا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أصلح أحوالنا وفساد قلوبنا وذات بيننا وأصلح أولادنا وأصلح نساءنا وأصلح نساءنا وأصلحنا وأصلح بنا وجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا نداما ولا مبدلين واحشرنا ساجدين بين يديك اللهم احشرنا ساجدين بين يديك اللهم احشرنا ساجدين بين يديك أحسن خاتمتنا بين يديك أحسن خاتمتنا بين يديك أحسن خاتمتنا بين يديك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فاجمع كلمتنا ووحد صفنا ولم شعثنا وآمنا في أوطاننا وولِّ أمورنا خيارنا ولا تولِّ أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رافع السماء يا رافع السماء ودافع البلاء يا ذا المن والعطاء يا رب الأرض والسماء نسألك مرافقة الأنبياء وعيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء كما نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء ودرك الشقاء وغرور السفهاء ونزول البلاء بعد البلاء وشماتة الأعداء برحمتك يا منعم يا متفضل يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين تقبل اللهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا كما نسألك العلا من الجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
ونعوذ بك من سخطك والنار. وقض حوائجنا وحوائج السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحكام المواريث. وهنا ملاحظة يجب أن نتدبرها سويا. ترانسليشن ولا يتكلموا في معرض؟ طيب، لما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، كيف نصلي يا رب؟ هل فكرتم من الذي علمنا الصلاة؟ من اللي علمنا الصلاة؟ الرسول علمهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال الله وآتوا الزكاة، كيف نزكي يا رب؟ علمهم يا رسول الله. تركها لرسوله أن يعلمنا الزكاة، الأنصبة، اللي عنده إيه يطلع إيه، وهكذا. لما قال صوموا رمضان، كيف نصوم يا رسول الله؟ علمهم يا رسول الله. كيف نصوم يا رب؟ علمهم يا رسول الله. لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف نحج يا رب؟ علمهم يا رسول الله. إلا في الفرائض، إلا في المواريث. الفرض الوحيد الذي لم يتركه الله لرسوله أن يعلمنا إياه، هو الذي فرضه بنفسه وحكم على الناس بنفسه وأعطى هذا كذا وأعطى ذاك كذا وأعطى ذاك كذا. لماذا؟ حتى لا يقال إن رسول الله ميز أحد على أحد. النفوس تحتاج إلى تربية، فخصه ربنا بنفسه وقال فريضة من الله وليس من رسول الله. وقال في نهاية الآية الثانية تلك حدود الله، يعني الرجل الذي يمنع بنتا من التركة هذا رجل في قلبه مرض. هذا يحتاج إلى أدب أن يمنع بنتا أو امرأة من التركة، مع أن الله هو الذي أعطاها وهو في النهاية مال الله. تلك حدود الله. طب يا رب الذي سيسمع الكلام ما جزاؤه؟ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طيب يا رب الذي لا يسمع الكلام أخرته إيه؟ ومن يعص الله ورسوله ما تفرقش معنا بقى، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن ليس من حقي ولا من حقك أن تمنع شيئا فرضه الله، هذه واحدة. الأمر الآخر، أنت مسكين، أنت ذهبت إلى الرفيق الأعلى وفقدت مالك كله وستسأل عنه كله. آه، ما دام الموضوع كذلك، أتق الله، أتق الله في نفسي. سأدخل قبري منفردا والله سيحاسبني. تذكرت سيدنا داود
لما قال كلمة تألم فيها قلبي. ماذا قال سيدنا داود؟ أتدرون؟ أعوذ بك من مال أجمعه وأحاسب به وينتفع به غيري. يا نهار أبيض، الواحد منا يجمع المال من حله أو من حرامه ثم يتركه رغما عنه، رضي أم أبى، ثم يحاسب عليه كله ثم ينتفع به الورثة. أتركهم في أمان الله مع تقوى الله أم أتركهم مع حرام الله؟ اختاروا، هكذا أنت ستتركه ستتركه، يبقى أتركه برضا الله وبحلال الله، يبارك الله لك ولهم. لذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا حبذا لو تدبرنا كلمات الله، عندما نقرأ القرآن هناك فرق بين واحد يقرأ لمجرد أنه يقرأ، وواحد يقرأ هو فاهم والذي خلفه فاهمون لما يقرأه الإمام. هذا يفرق كثير. عندما نقرأ ونعي ما نقرأه سنحس به، ومن ثم سنطبقه على حياتنا ويكون له أثر طيب في حياتنا. هذه واحدة. أما الثانية فأنا فرح ومسرور لهذا التآلف. وكذا المسلمين الآن، نحن ما شاء الله مجتمعون ما شاء الله عدد كثير. يا ترى نجتمع لنأك أثر لابد أن نعيه، وهو التعاون فيما بيننا، التراحم في بيننا، الترابط فيما بيننا. كيف حالك يا أخي؟ أين أنت؟ لماذا لم أرك بالأمس؟ أتفقده. هذا هو المقصود من العبادة، أن نكون يدا واحدة مع رب واحد وإله واحد، مع دعاء واحد، بلسان واحد، بلغة واحدة. ما هذه العظمة؟ إذا لم يكن معنا هذه المعاني فأعتقد كل واحد منا يذهب إلى بيته أحسن، ملاش لازمة. إذن نحن نجتمع هنا لنتقدم وليرى بعضنا بعضا ولنتعاون ولنترابط ولنكن يدا واحدة في كل شيء. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. تنازعنا في المسجد، تنازعنا خارج المسجد، ربنا هنا ربنا خارج المسجد، في كل مكان. وحالنا خير شاهد، لا داعي للكلام الكثير. ولا تنازعوا. طب تنازعنا يا رب هيحصل إيه؟ فتفشلوا وحالنا خير شاهد، فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا كتير قوي، نحن كتير قوي. وجه الله، نقصد رضا الله. موسى السامري يا جماعة محيس وبيان مركو رب سبحانه وتعالى ورمي استقوى رب وركيس بقول كيبا بقول رميسا حدنا نبي موسى عربي سوى حكمي. لكن مركي وصول لابتي أو أرك واحد دعايا قال لما بأي كفر ماشي يالا بريها أي حيوان كالله حضرين هايو مركو أرك أملو سجود أيو نبي الله موسى فألقى الألواح كتاب كتوريتها قبقى سواتوري كتاب كتوريتها قبقى سواتوري مركزا نبي الله محمد هو الله رحمه الله وأخي موسى ليس المخبر كالمعين إلهي بأوه رمي نبي موسى واحد دعي وموسى سامر سوبيي. مع ذلك نبي موسى عربي سوا كنترول وحكمي. أما مركو إنديه سكو أركي وحميش يال نبي موسى مركو أركي حقيقة مشت على مركو أركي كتاب كتوريد هاي انتو اسقر ويبو البوتوري وابربرين تاو حانكو الله وحان جعل هاي إلا صورة تاو حان صورة اسمه وين إلا سغاشن سنة كهر قياسي با ربسي واسمع الله هاي قف أن صوركين وحكا صنعا وكا ورمينو ما فهمي كاريون.
قلبت وحان الجوين عسرك أبو هريرة مع الشيخ يلبات الإمام مساجد كما كان الشيخ أودي إلا جو عالم الإسلام مكة المكرمة إلا جو قاهرة بسماء كن يشم بغل كرسي باتال قيبت الرقا إنت إلا ودمركي إلا أفركم مقياس قاضيا وقيبت الصلاة ذكاليا وحاكود لقين دور ضبق او استارن او لو تلا غلي ولاد كي مش معمول جيري اي مريدين تي لو تلا غلي او غريحي اي حفيسدي اي لبرير غيلن دين عكل وحا كسي بن حي باركي وين غداش اسكول صد حدا باقا او دوري 20 فصل هلكي فصل با الا كنت مقابل كريا جيبو ان بولاي هي ما الا شم بقولك قيدن كرتو لي هي وحا سو دن كان يسربت إلي نض إلي مربوريسو الله جل وعلا كان يسدي وحلو بدل المساجد وحجعلها مدام المغري شيخ شاب محمد جبري حفظه الله تعالى طبعا سنة قاهرة كنا ولا طبعا كاستنا وحفر بلا من قداش سكتوا كذي لكن مراي كان كهرج عندي سما سلام عرير جمال لما رمجر جرين شن مليون بقى قداش سكتوا كان جري إن شاء الله وحان أن مقالي إن هبين هبين هذا كميدو وأوت على قالي إنه هالك إن لقتوا جيو أو إلا أفر كون أي كوي أي كتوا كان سمرك وحربا ليس المخبر كالمعاين أما ليس الخبر كالمعاينة وكان يدي ورمينه مركز سؤالتان مركز دريميس الحقيقة تالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأسوكو كوبينا لكن وحاربا إنا إذن حصوصيو دادك لو أجانب أيانا لجوكتو مركو حانسكو دينا إن شاء الله لبابا بالانس ناسكو سمعنو إنجلش كياب صوماليا يدو أدوكو كوبا وحاربا إنا إذن حصوصيو قبل كمينيسوت dadka soo degay taariikhda daabartan waxay ahaayeen dad aad ugu dhagan diinta masiixiyada markay soo degeen halkan waxay go'aan ku gaareen si ay caruurtooda u badbaadiyaan every 5 blocks in kaniisad ka sameeyaan wili qasatan magaalada madaxda hadaa timaadaan St Paul waxaad arkaysaan every 5 blocks kaniisad ayaa ku taalo hadda dhaqankaasi waxa raba inay bedelaan mujtamaa muslimka qasatan Soomaalida marka insha Allah waxaan rabnaa inaan hormuud u noqono community-yasha kale muslimka ah oo dhaqankaas aan bedelno waxa hadda aan bilownay waxa waaye meelaha kalaabiyada in masajida loo bedelo masjid Shafi'i club u aha masjid da'wa masajid kan aan joogo club u aha kaniisadi waa bedelnay marka waxaan u soconaa jiha fiican laakiin waxba dhiman oo aan rabo in aan xaqiijiyo ama aan xaqiijino masajidahaasi xor ma ahan walaalkayga daat wuxuu dhahay yaan la naxin ani waxaan rabay inuu hadalkaasi uu saxo uu dhaho yaan la farxin sababtoo ah markii uu leeyahay baytullah xoreya in la farxo waay markii yaan la naxin sax ma aheyn hadalkaas inuu dadka ka raali galiyaan ka codsanaya mid ugu dambeeyso my dear brothers and sisters alhamdulillah the good news that we want to share with you tonight is call it Ummah United Mosques of America UMA, it's Ummah. Sheikh said already, we are becoming one Ummah. Khilafat ki illa jujiyo o hal mid'an noqonno. Isbaruin ki misajidaha wa laga qadhi. Takbir! 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 Sheikh an misajid ki koyu toba ki kur rabu tegi kara, wahka akhirin kara, uhu rabu kasamayin kara without any permission. Her kasana ka Sheikh Muhammad Jibril luhu noshoa ki misajidaha wa hal. Asal kan wasidas. Masaajidaha ilaah baa leh anaga inaan maamulnaano loo dhiibay oo kaliya maamulka hadii la qaldo in la saxo waay waxa saxda waxa weeyaan masaajidaha si wada jir aan u xoreyno waxa rabaa inaan idin sheego lacagta hadii la bagaaladan gobolkan waxa ku nool qiyaasta oo kun ayaa 6 kun maaha 5 kun oo Soomaali ah oo kaliya ayaa waxay xoreyn karaan hal sano hadii 100 kun bishii ay bixiyaan that's it in 1 year we can free 5,000 Somalis or Muslims, and each one pays $100 per month. Counted. That's about 6 million, and that is the debt of those masajids. And tomorrow, Brito Hamana Nihususio, Brito Dan Masakina, Maahan or Kiriya Shekada, Ilahi Akhiru Nawidina Ya, Frishkin Wubuha, Dakasana Gaja Udimanayan, Bilson or Ujira, Kofor Bufo Afurinkara, Tobankov, Bokoldorada Sokado. 10 qof afurin karta 3 kun hadayti maado wa more than
ربع مليون آن بحينينا شرف أي نوتة هاي إلهي حقي سنوحي نوانا قنيسا إن شاء الله وحانا صوابوا طبنك مساجد إن شاء الله يا صوابوا اسمو كانكس إن شاء الله وقدم بنتي وحان ربا شاك بوحانا إنا نكسو دوية شاك حسن بوحانا إيهال كوحانا لفا دوية شاك عبد الرشيد ومامل كمساجدك إياقا أياس صحيحة إن شاء الله دوكومنتي وي أخريان أوليدي حالي أيان وذفري سني وي وذأخريان هذا القرح بضم أي وجوهر أيوب بيشكو ودقه أيضا قرآن وتعاون على البر والتقوى أحاديث كهذا ليس قف كي جري إلهي ليس إن جري الله ليسايو هذا يتقف بان الإمام أو جري رادنا وحوات جري قرح بضم وحوني يست جري جاسي هذا إلهي رأي إنه قطع هذا نوح صوحة سوستي مساجدها أو دائما ما كي وحوده كي جبل ليس كي خرمان ليس كي آخر مياد جبل مسه كي أدون هذا الكاس أدو فكرة قريان ربنا آخرين عنك جذن هذا الشرط ديالو جذن كرا قريها إلا حوريه أو إلهي سبحانه وتعالى شد موحنا يشد عبد الشيخ كل يقفص الدحات أي دوكمنت صحيحة أي شروع أي كفرا وح أبوه أبوه وين هل كان عنك شيء يا أوكلية سدح سدح هدف أي هل كان كفرا وهدف كان والله أنا مساجدها يكون نقص بير دون إن شاء الله هدف الكوات مساجدها إن لحوريه أو دين تلقى حوريه وهدف الكوات علماء قال وحي قبان مسجد ككامل ماهن هدوسن حراهين مسجد حتى لو ما دواقي رقال كود ايا قبا وكو هدف كلبات دعاء مساجدها هذا واترناي علماء كو خيرن كو يتو مساجد وافرتن يطلبوا هدي الخياس بس دعوه كل شن شيخ ايا جوتو علم الشرع بارتي مساجد كان مركا وحي ودخيان افرتن شن الا كونتون علماء جوتو كو يتو كاس وحا ويان كواليتي علماء له او لا فايدسن كرو وحن كرو قياسي لح بلوت سوى الجرأة أي وحن أورو إنه صدح بقولي سجاشن كن و almost 400,000 صدح بقولي شن يتوبن كن أي وحن كورو إنه مدة لح بلوت وحن الوجب حيي دائما مساجدها أو نسقامي إذا كان صابوها مشروع عصير بقول كدار إلا كردية على ربع مد بارو قصو بير إن شاء الله قلب كصدحات قلب كل بعض وام حي دعاء إن دعوة كل إحفافيان أو مضاد إبد باريان إن كبد باريان دين تود الإسلام تاسو قلب كلام قلب كسلحات مركي أريد دك دع إتماده هل كان أما ما لها أن كنا الله هاي سد سوامري أو كلا إن جرم دك دع إسكاشي قوسمي هل كان دب مساجد أيات قبتي دد أيات دعوة عمي وأجرمني لعقت كوب حبي خرش كاسي والعلس وتضبات كن إسكاشي قب حيي هذانا أو بريتو إسكاشك وحسمانا يا جرمت أه سديد بقول اللحظة كن أو صومالي أو قرك أسارا قاجة ما هدني ما شك قرك أسارا أو كنت يكو كن عرور أيهين إلهي آخر ونويدين يا سوق طبان أياد سوق ونقو كرتا من طبان دولار أو كلادي بقول دولار سوق هذا قفل ونقمت أه إن أن أفرينو أما أن قاجة بحين إن شاء الله إنت أسوحي كدن بأيو شيخ بوحنا وأصدق حس قضوبه قضوبه هو وين أنت كلو إسكاشي جود إن لو ذا أروريو ما ركتي إذا كنا أتقاب كنا قطان قاب بات كتير إن شاء الله نعم سدى عاو الله كان إن شاء الله هدف كنا عاو هواروتي شق توكل هدف كحاو يان إن أمر خاتي كنا قطان أو أتكمل نقطان ما أمر خاتي وكلية إن شاء الله أتسود ويسان شبوح أنا إن شاء الله سويس تاج إن شاء الله برشيد شيوخ ذهورتين وحكوا صحيح حيان إن شاء الله مجا شاقة يهال كان صحيح على القرآن صدح أيا الله قتل جلي وكيل لك أه مساجد كبير عيسى بابتايز علي رضا الحمد لله علماء كلي أن آد وكل صانع علم وسكر لي حق دعوة حق بتبادن مالك اللي قب بتبادا يا ملاحن أنا هن مساجدها إلهي سبحانه وتعالى بركة علماء وحيد لمن أيام صحيحة وين صحيحين وحي قرآن إن شاء الله ما قام سياسك ودار العلوم أدرس كيسة يتلفون كيس بركة وحنكسو قبل قبلنا dear brothers and sisters just I want to announce officially سر رسمي مسجد دار العلوم وقت هذا الجوجو أو ساعة تهاي يشك ساعة 12:35 هبين كأي سوق ليس خميسة
هبينك قميص سوق سوا سدح بش جولاي سدح إذا كن لابد كن يأفري طبعا بش رمضان بريتو عشان كن أفر بقول يصدني شن سما عوا وعشان بريتو بش سجالة أو بش رمضان تاريخ أهان أنت حسوسنا هذا مال النوق قرنت هاي ودوبنت هاي وتاريخ يسوق الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على من أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته عاوة آدي أدبا أنفر أحسن هاي دور أرمو درتو أرنتكو بادو حاويان شهر رمضان وصوب الشيء وان عاوة هلك أكو عبادة السنين أرنت اللباد وان كفر أحسن أيوة حاويان بحضرة شيخنا الفاضل شيخ محمد جبريل إنا قد بتكون إنه عالم الإسلامي أي معقول أهين إن لقد بتكون إن بضن وكم إذا إن لأك استاغنا إن معقول أهين إلهي سبحانه وتعالى ونعاونه في ذيه فرحدة كلاية ست حدا فرحسن أيوة حاويان مساجد كوود بهذا تكوي توق مساجد وعاو قصو بيري وإلهي سبحانه وتعالى حدود شهرين كلية مشروعي زيرو مركا لغب الله وي مركا فران لسوريني لباب بلوت وولي وشنها بين دي مبهد إلهي سبحانه وتعالى مهاد اسكالة مساجد كاس وها كنيسة ده هو وين سيبول كنيسة كميدها هذا نقضي مساجد وين مساجد ده تونسي دي وقيا للا هذا فأنا أركي دوتان إن شاء الله هدي له يرادو سندي دي صوص عطو أيام فيلا يا إن شاء الله إن شاء محمد جبريل ونقول تجد دون هالك أيضا بإذن الله الكريم مركا قفك سوى مسلمة وهذا ما مغلية أمان مغلية وحكا عصنين فلن بيه سنو قصار كمساجد كاسي وحان آدي آد أولي أبي نوعكم تانا قصو قوية إن شاء الله ننك بوليس قد ماشي قوار كيسين ما أنه يتعب النواص قيامكم مرتقاني بوليس كأي نايبر كي مرتقانا تاتكو فشل اسكا سيديقة ننك بوليس كي جيف كحيقين كأي نوعي ميد وحييري عاوة آدي آد بانوفر أحسن هاي بيه محادة عمر كلينا نوحا ويري أنو مر كان ده شيء هو إذا يبقى إيه كانتباب خلق حكومة يي أو يدعى يي مر كان يسد اللي حري هذه أذ بان عمر جوزي بقوله إن مر كلام عمر جوزه كان يسد فرسال مر كلا قد جاي أو لجدهم واي أيا وحلي الوالد دمني يا أذ بان مر كاسي وفكره بقوله لكن وحنا كفر أحسن هاي بقوله إله حكومة هذين يا إن إيمان يوسف النقطة أو الاستعمال يو أو اللي بده الدين المتقن عايزته المتقن يا أي قتال هذه أذ بانو كفر أحسن هاي بقوله إنما المسلمين ما كانوا كفر إحنا مين نهاية أبسلوت لآدي آد جزاكم الله خيرا ولا لها مساجد يوم كان نقول رأي وآدي آد نوس الدوي آدي آد منهم هذين بعد الله سبحانه وتعالى إننا نعاول لقب الله عندي نقدم يسوع كسو بيرتيام كسو دوين دون إن شاء الله وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.